الفرقة المصرية للموسيقى والغناء أحيت ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العالمين الجديدة حفل ليلة الأبطال. الحفل ده يمكن كان في إطار احتفاء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأبطال الأولمبياد المصريين اللي فازوا في أولمبياد باريس، وده كان على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة. الفرقة المصرية للموسيقى والغناء قدمت عدد من الأغنيات الوطنية زي يا حبيبتي يا مصر وغيرها من الأغنيات، وده في حضور أبطال الأولمبياد أحمد الجندي وسارة سمير ومحمد جبر وعبد اللطيف منيع وكمان كريم أبو كحلة ومحمد السيد. الحقيقة كان في احتفاء متميز بأبطالنا اللي شرفوا مصر ورفعوا علامها في أولمبياد باريس، وطبعا بعد عودة البعثة وبعد فوزهم كان في عدد من التكريمات، وكان من المهم جدا الاحتفاء بيهم في مهرجان العالمين الجديدة. هنتكلم أكتر عن الاحتفالية دي واللي تم فيها مع المايسترو الدكتور مازن دراز وهو قائد الفرقة المصرية للموسيقى العربية. مساء الخير، برحب بحضرتك. مساء النور، اهلا وسهلا يا فندم. في البدايه بنهني حضرتك بالحفل واللي بيعتبر الثاني للفرقه المصريه للموسيقى العربيه، وده طبعا خلال مهرجان العالمين الجديده في دورته الثانيه. عايز اعرف اجواء الحفل كانت عامله ازاي، والفكره نفسها فكره ان احنا نحتفل بابطال مصر الاولمبيين. والله احنا طبعا بنشرف ان احنا شاركنا لثاني مره في مهرجان العالمين بحفل الفرقه المصريه، وكمان بمناسبة فوز أبطالنا اللي شرفونا يعني في الدورة الأولمبية، فحبينا يعني نعمل حاجة بسيطة كده يعني نحتفي بيهم ببعض الأغاني الوطنية وأغاني. والفصل الثاني كان فيه أغاني أخرى يعني، بحيث تبقى احتفاليه شامله يعني، يبقى فيها الوان كتير وفي نفس الوقت يكون احتفالنا بأبطالنا يعني. طيب فكره مشاركتكم دي مش اول حفله تعملوها في مهرجان العالمين الجديده، يعني دي تاني حفله في الدوره الثانيه. المشاركه نفسها شايفينها ازاي، وتجاوب الناس مع العروض المختلفه اللي بتتم في مهرجان العالمين الجديد؟ والله احنا كنا في منتهى السعاده الحقيقه ان احنا شاركنا بحفلتين في المهرجان. الحفل الاول كان في 30/7، كان ذكرى يعني بليغ حمدي، وكنا بنحتفي بالموسيقار العظيم بليغ حمدي، والحفل الثاني اللي هو خاص بالاحتفال بأبطالنا. فالحقيقه احنا سعداء جدا بمشاركتنا بالموضوع، وتجاوب الناس الحمد لله كان كبير جدا، وده اللي كان بيزود يعني سعادتنا بالموضوع. ازاي المهرجان دعايه كمان للفرقه وللموسيقى اللي بتقدمها وللاصوات المميزه فيها كمان والعازفين المميزين؟ مظبوط يا فندم، تمام. ازاي ده حضرتك شايفه المشاركه في مهرجان العالمين؟ اعتقد في منفعه متبادله، هي دعايه للمهرجان انه بيضم كل الفنون، وكمان دعايه ليكم كفريق. طبعا، وده برضو حاجه انا كنت قلتها قبل كده، ان المهرجان في دورته الثانيه من الحاجه اللي يعني ملاحظه جدا ان فرق كتير قوي شاركت فيه، وعروض كتير قوي فنيه ورياضيه، يعني دي حاجه بصراحه جميله جدا وكبيره جدا وحاجه احنا نتشرف بيها. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا المايسترو دكتور مازن دراز قائد الفرقه المصريه للموسيقى العربيه. اكيد نتمنى ان انتوا تقدموا حفلات اكتر وتقدموا دايما الموسيقى الشرقيه والموسيقى المصريه والاغاني المتميزه والمختلفه.